كثر الله خيركم يا اهل طريف، الله يطول بعماركم. طبعا خبينا السيارات في بيت مزيون على اساس ما حد يدري ولا صورنا ولا حاجه، والحين ماشيين وعلى بال ما نزل السناب ذي لاني ماسك الخط، يعني انا قاعد احفظ. فالله يوفقكم يا رب. انت شفت اللي صار امس؟ والله العظيم لو ان مخلينا انا خاف انهم يفكون صراحه. يفكون ايش؟ يشيلون السياره، مو بس يفكونها عشان بس ما تروحون. الله يجعلني فداكم. طب قل لا اله الا الله. عندي سؤال بعد شوي بسالك اياه وابغاك انت اللي تجاوب. يلا هبل. تبارك الله. للامانه انا جالس اشوف العالم في ناس من كثر يا ولد بيتي صار مطوق صراحه. يا ولد شوي طريف كلها تجي عند البيت. انا خلاص قلت شوي اخطب. تصدق اسمع قل لا اله الا الله. تصدق ان في بعض التعليقات يقولون كم دافعين لا لهم؟ لا 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 لا. اسمع انا بقول شيء، هذا انسان انا علم. هذا حقود. اسمع صورته واضحه. اسمع قل لا اله الا الله. انا بتحدى تحدي يرجع قدامكم ذلحين، اتحدى واحد يطلع في السوشيال ميديا يقول اني دافع له ريال. اتحدى انا خلاص حقود بيطلع. انا اتحدى واحد يقول لي دستور دفع لي هلله. اتحدى. لا ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقكم. ما شاء الله. بقول لك شيء بالمختصر يدقون علي ارقام انا ما عمري ما ادري من وين جابوا رقمي. عشان بس طلعت التصوير. صرها لك. الله يوفقكم. ما ادري. شكرا انك خبيت السيارات. شكرا. والحين ترى تشوفون السناب ذي احنا على طريق القريات. الله يوفقكم. هذا احنا طالعين ان شاء الله من طريف. الله يكثر خيركم يا طريف. الله يطول بعماركم. الله يطول بعماركم. والله وصل. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. الله جاي الحين. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم. والله اخوي انا جاي يا ربع. والله وقفنا نبي نصور مع اللوحه عشان الاردن. شوف ما شاء الله تبارك الله تجمعنا ما شاء الله تبارك الله علينا. يا مرحبا ومسهلا. هلا هلا هلا. هاير الله سلام. هاير الله. في غيابك لك محبة ولك شوق ووني. أنا وياك ما نخاف من غير. أبو طارق أول شيء هنا وعافية. ودي أسألك سؤال. إحنا في كم مدينة مرينا؟ كثير تقريبا خمس ست. خمس ست تمام. عطني أكثر ديرة دخلت قلبك بدون ما تدق الباب. شوف أول حاجة كلهم فيهم الخير والبركة. حلو. زين وكلهم داخلين قلوبنا. بداية موفقة. لكن. ها. إيه. أيوة. عندك هذا بسبب عشقت طريف. وش؟ قوي. هذا. مزيو مزيو. إيه. الرجال هذا أغلي من يمكن تقريبا 8 سنوات. قوي مرة. يعني بمقامك أنت وعبد العزيز باختصار. طيب خلنا نقول مزيو ما هم موجود. وش الديرة اللي دقت بابها أو دقت باب قلبك ودخلت كذا بدون؟ هم نفسك هم طريف. طريف؟ ما شاء الله. لان قراب من بعض يحسسونك انه مال مره قريبه. كلنا يعرف الثاني. اي والله. حلو. الشنطه الخاصه. هلا والله ومرحبا. اول شيء الله يرحم الملوك، عسى ربي يرحمهم يا رب اللي راحوا، الله يعوضني ان شاء الله ويطول بعمار الباقين. ملك فهد عسى ربي يرحمه. بوريكم صوره لي قديمه. اول شيء دقيقه خل هذا الجنب. طالع يا الربع. صوري ما عاد اقوى. هذا انا تشوفون. هذا بيت جدتي تقريبا قبل ما ادري بيت 9 لا 2001 2002. هذا انا. الله يا زيني يا زيني صح. هذه صور القديمه ان شاء الله تبارك الله. وقفنا على جنب الطريق علشان نطبخ، لكن قبل لا نطبخ في مفاجاه. قولوا لا اله الا الله. تذكرون يمكن في الرياض ذيك الايام وصورت ايش واحده بس. يلا عاد واحده. وش واحده حسيت فينا واخيرا حسيت. دقيقه لا تفرح دار. ما جبت مقاسات. بلبس ما جبت مقاساتكم. بلبس عشان الحاله ذي. واحده اسمع. تذكرون يوم قلت لك اليوم في الرياض الفروات ابى اصممها؟ اصبروا علي. ايه بتشوفون شيء. ودائما الزين يتاخر. يبي له وقت. بس ما جبت والله ما جبت مقاسك. والله بس ما كله مقاسي. كم مقاس جبت؟ هو اثنين ثلاث حبات. انا بس. لابسك. انا لابسك مو زي اول. انا ايش؟ لابسك يعني البس زي انا البس نفس مقاسك. لابسك اسمع بيلبسني ما فاهم. يلا هذه الفروه الاولى.
جاهزي دقيقة دقيقة لا شباب شباب أنا مو جايبها عشان أيوة هسه قل لها يلا قال يا ربع دقيقة واحدة واحدة ودي هذه السيارة ودي هذه السيارة بتجي ليه ليه دقيقة 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 دقيقة, دقيقة, دقيقة ليه ودي السيارة ليه يعني بس مسكت قلت الله فرف 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 طب اصبر اصبر زين امسك يا حيوش طيب رجع سيارة رجع سيارة رجع سيارة يا ربع نبغى نشوفها واحدة واحدة ونقيم طب برد طيب نشوفها واحدة واحدة اول شوف حرام عليك نفسي خرفان والله وذا وش ان شاء الله خرفان تكفى لا لا توسخ تكفى لا توسخ تكفى لا طالبك ما عندنا الذي ما عندنا والله ما عندي الذي والله تكفى لا طالبك تكفى انا طالبك تكفى الله خلك بجيك بجيك ورب ورب العزة والج لا لا مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا ربي فخامة هذه هذه لا عذي والله لو اشتريها 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 والله انت طب ترى مو كذا ترى ترى ما بكذا تلبس وخر وخر انت وخريتك وخريتك وخر والله لابسك النروب والله خلك دقيقه دقيقه شوف شوف حمود تعال تعال ما يسوون كذا ما يسوون طب دقيقه 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 اهجد اهجد تكفى اهجد اركض اركض اهدى اهدى حمود في صفطه هنا في صفطه شوفها شوف هذه هذه كويت شوفها من ورا صفطه مو بايوه انا انا قاعد اخذ رايك انا شوف 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 اخلص دقيقه ايوه بس 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 بس, بس دقيقه ايوه ايوه الله بس بس حمود بدون 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 الله الله يجزاك خير قاعد شتت انتباهي ايوه بس خلك كذا خلك كذا شوفوا يلا طبعا ما عليكم انا تخيلوا الموديل دب يعني ايش نسوي مجبوري الموديل موديل دب بس والله انا راكب عليه ما في طب تحرك تحرك واخر واخر حمود واخر ايوه يا ويلي طيب دقيقه دقيقه طيب لا لا وربي لأحطك الوجه الإعلامي ربي بس دي كيف والله دقيقة دقيقة من هنا عجبتني من هنا دافية الرقبة إيه تغطي الرقبة آخر دقيقة أيوه شو 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 حب قاعد أضبطها لك مو بكذا مو ب... كذا ترى أنا اللي مصممها مو بنت يعني أنا اللي أسمع كلامي أنا مو ما أدري أنت قلت رجع وخلاص أصبر أصبر سويتها بس كذا خلك كذا خلك كذا شوف شوف لا عليك يا ماشي اللي يقول لي ايش رايك فيني مو انا اللي اقول لك غريب انت غريب مو بالبره ما زي انت اللي غريب ايش رايك في المره حقتي انا خلني بس قبل لا تغيب الشمس يا عيال خلني بس اخلص صور لان ترى ما نزلنا حتى في الموقع تدري ترى الى الان ما نزلت في الموقع والله العظيم انتم اول من لبس هذا الحين يلا اصبر اصبر قول لا اله الله لا تتوسخ تكفى لا تتوسخ ما عندنا الذي بنشحم الحسه تكفى انا طالبك فك 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 شوي 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 يساعدك؟ ما تقدر؟ لا لا اقدر بس عشان اتوسخ والله طب طب انت وسختها؟ ارفع طب ارفع خلاص لي بلبسها باخذها وياك في الطريق هذه الفروات الجديده زي ما انت شايفين يا الربع تدري وش احلى حاجه فيها؟ انك لا برت 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 مره كذا شوف لكن هي تجي كذا طال عمركم شوف ها تجي بصفطه طبعا تجي فيها كويه من هنا على الفرو نفسه وفيها طال عمرك الجوخ ومعروف تف الجوخ وزينه وكشخته عاد تجيك كذا بالطريقة هذه وتجي في الصور رايقة تدروني فرحان والله من كثرة التعليقات اللي جتني ذي الحين متى تنزل متى تنزل نبيها والله انها حلوة والله ما الحلو الا انتم يا جعلني افداكم جينا للفروة الكحولية مثل ما انت شايفين يا ما شاء الله تبارك الله اتوقع ما يحتاج حتى اتكلم هذه الفروة الكحولية ونفس الكلام نفس اللي كانت قبل شوي يمديك تفتحها زي كذا كبيرة بحيث انك تتدفى اكثر شوف يا الربع ايش رايك ملكية والله والله تكلم لون جميل والله والله ومتناسق مع الفرو ده الفرو كحلي تقريبا والجوخ كحلي رايقه هي ثلاث الوان اللون الاسود واللون الكحلي وبقى لون عنابي ذا الحين نبغى نشوف العنابي ان شاء الله انه ينال على اعجابكم خلنا نشوف وهذا هو اللون العنابي زي ما انت شايفين احس انه يناسب العيال ويناسب البنات وانا صراحه اشوفه رايق اشوفه رايق رايق مره الحين بيصور ان شاء الله وانا واقف تبون تشوفون ان شاء الله بوضوح تراني مختار الالوان بعنايه يعني لون كحلي ولون اسود ولون عنابي اكثر الالوان انا اشوفها صراحه تليق على الشباب شوفوا يا الربع مكس ما بين الفرو وما بين الجوخ العنابي ولا التفت كذا وانت تمشي طال عمرك شوف شوف هذه الصفطه هذه كيف تعطيك فخامه يعني مو بس تلبس فرو لا تعطيك فخامه تقدر تمشي فيها يعني حلوه للتصوير رايقه ما هي مثل الفروات الثانيه حاولت اني اجيب شيء جديد حاجه جديده في الفروات الحمد لله رب العالمين إن شاء الله توفقنا في هذه الفروة